بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم إلى هذا الدرس الجديد والذي أخصصه لتبيان طريقة تغيير عرض الويندوز من اللغة الإنجليزية إلى العربية. والبداية تكون بالضغط على قائمة ابدأ، فإعدادات الويندوز، اللغة والوقت، خيارات متقدمة، إضافة اللغة، ننقر أيضا إضافة لغة، اختيار اللغة العربية، العربية تونس، خيارات تحميل وتنصيب حزمة اللغة التي اخترناها، ننتظر تحميل وتنصيب الحزمة، خيارات متقدمة، تغيير لغة العرض من القائمة المنسدلة من الإنجليزية إلى العربية، حفظ، تسجيل الخروج، ننتظر قليلا ثم بعد ذلك سنقوم بتسجيل الدخول لتتغير قوائم وإعدادات ونوافذ الويندوز فتكون بذلك متطابقة مع اللغة العربية. هذا وأشير أن المراحل تسري على جميع اللغات الأخرى، يعني من الإنجليزية إلى الفرنسية أو العكس أو أي لغة أخرى. شكرا لكم على المتابعة وإلى لقاء آخر إن شاء الله.